ينقص من ميزانية العام القادم 29 مليار يورو بعد قرار المحكمة الدستورية العليا عدم شرعية استخدام الحكومة الحالية للأموال الفائضة عن صندوق مكافحة وباء كورونا، وهذا ما أدخل الحكومة والأحزاب الحاكمة في متاهة حقيقية. قاموا على إثرها برفع الضرائب على عدة قطاعات وقطعوا الإعانات المالية عن السيارات الكهربائية والمشاريع البيئية، الأمر الذي أعاد موضوع مكابح الديون المعمول به منذ عام 2011 إلى الواجهة. لكن الليبراليين الشركاء في الحكومة يرفضون رفع سقف الديون. مشكلة مكابح الديون أنها تعرقل الاستثمارات للمستقبل. لدينا مشكلة كبيرة مع التغيير المناخي. يجب علينا أن نستثمر بشكل أكبر لكي نواجه هذه المشكلة، وهذا ما لا يحدث بسبب وجود مكابح الديون وبسبب وجود خلافات مع الليبراليين في التحالف الحكومي لإلغاء هذه المكابح. دستوريا يحق للحكومة الفيدرالية تدين ما يقارب 12 مليار يورو سنويا، الرقم الذي يعتبره الاقتصاديون صغيرا جدا أمام الناتج المحلي الإجمالي الضخم لألمانيا، والذي يصل إلى ما يقارب 4 تريليون يورو. أعتقد أنه لا يوجد الكثير للقيام به عدا أخذ كمية أكبر من الديون. لدينا قناعة حقيقية أن هذا الأمر يعد أحد أكبر المشاكل التي نواجهها. نتواجد حالياً في حالة سكون ولن نستطيع تجاوزها حتى يتم قبول أخذنا لديون أكثر. أقوى أحزاب المعارضة المتمثل بالاتحاد المسيحي يرفض رفع مكابح الديون على الرغم من توافق أغلبية الاقتصاديين على تعديل هذا القانون لتمويل المشاريع الحيوية عن طريق القروض المالية. السؤال هو إذا ما كانت ألمانيا ستصبح أقوى من خلال هذه الميزانية، هذا ما يهم الناس. إذا ما كان الاقتصاد سيتحرك للأمام، هذا ما يهم الناس. وإذا ما كان سيتم تخفيف العبء على المواطنين، الجواب الوحيد لهذه الأسئلة هو لا. يعتقد المحافظون أنهم برفضهم رفع مكابح الديون سيكسبهم أصوات الناس بعد طول تذمر من الوضع الاقتصادي الحالي، ولكن الواقع يقول إن عدم رضا الناس من الأحزاب الحاكمة يدفعهم إلى انتخاب حزب البديل الشعبوي المتطرف، الذين تعاهد المحافظون سابقا بنيل أصواتهم في الانتخابات القادمة، وهذا ما يشكك فيه الكثيرون. من ألمانيا درشاد حاجي لقناة اليوم.